مرحبا دان بوش جالينغون دورون، صباح الخير، شلونكم؟ كيفكم؟ مساء الخير. قيوبو مش لأمتى وقت انت بتتابعنا؟ يسعد لي أوقاتك. ماشي حبيب ماشي. أنا بدي أحكي موضوع هيك شوي، بحكي بكتير شغلات أنا ممكن أنت تشوفها فاضية، ممكن تشوفها مليانة كذا، مو مشكلة. المهم في واحد كردي فنان اسمه شوان بارور، يعني قد ما حكينا عنه كذا يمكن ما بنحسن نعطيه حقه، بس أنا هيك حابب أحكي عنه شغلة. شوان بارور غنى للثورة، للشعب الكردي، للكرد، وجابت أمثلة من جميع. عن شو بدك عن كردي غنوا؟ عن بنت كردية غنوا، عن عروسة كردية غنوا، عن شهيد كردي غنوا، عن جيش كردي غنوا، عن مناضل كردي غنوا، عن كبير عن صغير، عن شو ما بدك غنوا. هالزلمة ما غنى شي وما غنى عنه، عن كل شي، بكل الطرق بكل الوسائل، وين ما بدك راح، اجى احتفالات مهرجانات، يمكن في حفلات قام فيها مثلا راح 2000 و4000 و5000 كيلومتر ليغنيها او ليحييها او ليعملها، يعني عمل كل شيء واشتغل كل شيء. ودائما كان بيقول كردستان كردستان. الشعب الكردي طبعا ما راح اقول 100% بيحبوا، او اكيد يعني 80% بيحبوا من الشعب، شعب الكردي 80% أو 70%، شعب كله بيحب شوان بارور. شوان بارور شخصية وطنية بامتياز. في بيوت كتيرة أنا شفته من هالبيوت هدول تقريبا بدك تقول بسنة التسعينات، ايه بتسعينات القرن الماضي، ماشي، ايه شفتهم هنيك، كانوا حاطين يجيبوا صورته لشوان بارور يحطوه بالزاوية البيت، وبيحطوا قدامه مصحف مثلا، ايه لحتى يقولوا والله كلماته من القرآن مثلا، ايه كان هيك بيساوي. في ناس كتير هيك كانوا مساوي، عالم كتير تحبوا لشوان بارور، ايه ودائما كان في دعاوي وفي كذا في كذا، طبعا من جهات كردية كان دائما بيطلبوا انه يغني، يحيي حفله، يحيي شغله، يعمل شغله، يعمل كذا، يعمل كذا، هيك. لعبتها لنجي هيك بعد 2015 او بعد 2000، الشعب كله يعني بالنسبة المادية كلها، الشعب كله صار يدخل على فيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، على كذا، على كذا. وصار في شبه كردستان مستقلة أو شبه دولة، يعني ما عاد بيلزم شوفان. طيب الله شوفان إذا بده يغني غنية ثورية، يعني شو بده يغني مثلا؟ لنقول نسبة لأقليم كردستان العراق، بده يغني مثلا عن آيفون، يعني ما 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 له حاجة يعني. لهيك نحن بنلاقي هون شوفان بروار صار صفر على شمال او صار على الرفع وما عاد له لازمه. شوان بارور هلا 23/12/54 يمكن 23/12/54 انخلق، عمره شيء تقريبا 65 سنه، قرب ل 65 سنه. الله يعطيه طولة العمر، بس قد ما حكينا الله يعطيه طولة العمر لانه 65، يعني قد ما عاش خليه يعيش 10 20 سنه بلا كثير. طيب هذول ما راح ياسين يغني فيهم، يمكن ل75 يغني، يمكن ل70 يغني، بعدين ما بيعد بيحسن يغني. شوان بفترة الأخيرة شو فكر؟ فكر يعمل جهة تحتوي مثلا على أغاني الفلكلور الكردي. هلا أنت هون راح تقول لي والله إذا أنت عم تحكي عن شوان ليش عم تحكي عربي؟ قبل فترة بلكي بتعرفوا أنا قلت بدي أفضحكم، الأحزاب كردية والكرتونات كردية هدول اللي بشايفين حالهم ممثلين للشعب الكردي، قلت بدي أفضحكم هيك شوي شوي، أنا جاي معكم للآخر بدي أكشفكم للعالم. إيه
قال بدنا مصاري نفتح هذا المركز، انه يكون مركز للموسيقى الكرديه، للفن الكردي، لكذا لكذا لكذا. هلا مثلا شيفون زوت نفسه بيقول في عاد مقالات، انا ما بحب، ما بعرف هيك شغل صوت وجيب فيديو تبعه وحطه كذا هيك عامل، يعني مونتاج انا ما بعرف، برامج مونتاج بدور عليه مبلغ مثلا، ما بعرف هالامور. المهم بحكي هيك، بيقول انه خيو في ناس مثلا هو فنان بيغني وكذا والى اخره، بيغني له اغنيه، بعد نص ساعه كل العالم سمعت، بعد ساعه كل العالم سمعت هاي الغنيه، ما وصل لما يعني هو ما استفاد شيء. عاد هو بيشتغل عامل، بيشتغل شاله، بيشتغل بمطعم، بيشتغل بلديه، ما بعرف وين بيشتغل، وين بيشتغل، بيشتغل، يعني ما في واردات مثلا، ما في شركه كرديه تحتفظ بحق مثلا بحق نشر، بحقوق النشر، بحقوق محفوظة وكذا إلى آخره، ما في هيك شيء. قال بدنا مصاري نعمل هالشغلة هاي لحتى الفنان يكون محمي. إيه طبعا طلب مصاري من مين؟ طلب مصاري من قيادة الحكيمة، قيادة إقليم كردستان العراق. إيه قيادة الحكيمة ما عطوا شيء، بس قيادة الحكيمة وقت بيروح لهنيك مثلا أني سيعيف وعبي الفنانة مشهورة كويسة كذا، شو بيعطوها؟ ما بعرف عاد شو بيعطوها، عاد هون قصة طويلة. وين ما بدك في لبيت هلا بكردستان، نانسي، مريم، فارس، ما بعرف مين كمان ومين كمان ومين كمان، لك يعطوه ما في مشكلة. لك هذا فرع عمره كلياته مشان كردستان، ولا صار في شبه كردستان. إيه انتو بتهتموا بكل العالم وبهالزلمة ما عم تهتموا، يا ولادين ما بعرف شو. ها يعني بتقولوا ولا أبجور بيسب. طيب هلا مو لازم يكون شيء 13 مليون ألف تريليون مسبق مع بعض هيك رشان ديروكان. لك هالزلمة كان يغني بيشمركو، كان يغني أفول، كان يغني جاريلو، لك لشو ما غنى؟ لشو يعني في حدا ما غنى له مثلا؟ في ثورة كردية شيفون قال أنا ما بغني لها مثلا؟ في حزب كردي ما غنوا لهم أو 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 إلى آخره مثلا؟ ها؟ يا حمير ولادين الحمير طبعا يعني شيفون هلا يروح على موزمبيق مثلا يقول لهم أنا بدي دعم، بدي كذا، بدي كذا. ها؟ يروح على موزمبيق مثلا يطلب دعم، او على السودان، وين يروح؟ على السعودية، على الامارات، وين يروح؟ ها؟ وين يطلب من مين دعم مثلا؟ منكم طلب وانتم ما عم تعطوا، ليش؟ يا حكومة اقليم كردستان ليش ما بتعطوا دعم للشيفان بارور؟ يا اللي كاتبين عاملين شيء 13 صفحة، 13 ألف صفحة، هر بيجي مولا برازوني، هر بيجي بيت برازوني، خيو هر بيجي ما في مشكلة، هر بيجي أنت كمان، وهر بيجي هاي جورتك، وهر بيجي اللي معك، وهر بيجي كل شيء اللي حاطين لايك لصفحتك الوهمية اللي ما بنعرف شو مصدرها أو شو عن شو بتحكي، شو هر بيجي على شو هر بيجي. في عنا فنان كردي، الفنان كردي لا يحترم في كردستان، لا بيعطوه قيمة، لا بيعطوه اهتمام، لا بيعطوه شيء. ماشي شي جربوا واحد يعني مو حابب يقول اسم كردستان، حتى بيجي لعندكم بتحطوه على راسكم وبتعطوه اللي بده اياه، مو اللي بده اياه، بدون ما يطلب، بدون ما شيء. شو سؤال فني انا اوجهه لحكومتنا في اقليم كردستان العراق، ليش هيك بتعملوا؟ ليش ما بتهتموا بالشباب؟ ليش؟ يعني انتهى دوره، انتهى، صار عرفوه، ما عاد له لازمه يعني بدكم تنسخوه، يعني صار له نسخ نحطه في الارشيف، ارشيف وخلص. هلا شيفون بيغني وبينشر اغاني، بيكون قاعد بالمطبخ عنده بالبيت بيغني، ما عنده شيء. يعني شيفون لو كان واحد بيفكر بطريقتكم النجسه يا مسؤولين والحركات الأحزاب كردية، من أول يوم غنى كان طالب مصاري وطالب مصاري وطالب، هلا أكيد كان أغنى واحد بين الشعب الكردي، ما
ما طلب مصاري، ما طلب شيء، غنى عمل وعمل وعمل وعمل. وفي راس كتير يلاقوا حالهم من الكرد عن طريق صوت بروار شوان، الدكتور العظيم بروار شوان. والشوان بروار بيسويكم كلياتكم يا قيادات الشعب الكردي، يا احزاب كرتونات الشعب الكردي، كلياتكم ما بتسووا كعب قندرتو. الله وكيلكم يعني، بجوز تزعلوا، بعرف راح تزعلوا، وبالناقص منكم تزعلوا قد ما فيكم. لو كان في عندكم ذرة شرف كردية أو نقطة دم كردية كنتوا اهتميتوا بالشوفون بروار. لهيك أنا كشخص يعني بشوفكم، مو أنتم مو أكرون، 1% حكومة إقليم كردستان أو حكومة روجفالا، إدارة الإرهابية، إدارة فادة. أنتم إرهاب، أنتم عصابة، تحكمتم على الروس الشعب الكردي في الإقليم وفي روجفالا، نيناتكم عصابة والله. وإذا ما بتحسنوا تهتموا واحد مثل الشيفون اللي بيتأمل منكم خير، يعني هذا زلمة ما عنده عقل. في إقليم كردستان إذا واحدة ما كان لابسة فيزون ما بتلاقي دعم صدقا. هذا شيء صعب، لازم الحكومة توقف هون وتفكر ليش هيك عم تعمل. كل واحدة لابسة فيزون اجت لعندكم عطيتوها شقاق وفيلل وما بعرف شو سيارات ومبالغ وشراتي دولارات وإلى آخره. بس هذا زلمة فنى عمره كله بيقول كردستان. يا حمير الزمان اهتموا بهالإنسان العن ما بعرف شو تبعكم، يخرب بيت بيتكم اللي نفضكم كمان كليب. لو فيكم نقطة دم كردية، حكومة إدارة حرامية وحكومة إقليم كردستان، رح تهتموا بسيد الزمان بروار شوان وتكون بخير. لهون وصل وخلصت الحلقة، وتحياتي لمحبين بروار شوان صادقين اللي مثلي فقراء، وتحية الكبرى لسيد الزمان بروار شوان. تكونوا بخير يا ربع، والسلام.